أمام واقع الحرب المفروض على سكان المدينة، يحاول هؤلاء الطلبة تجاوز كل التحديات من أجل إتمام العملية التعليمية. هنا يتوافد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لأداء امتحاناتهم النهائية للعام 2017 وسط ترتيبات قامت بها إدارة مكتب التربية لإنجاحها، كما حرصت على وضع الحلول المبكرة للنازحين من الطلاب. اليوم ونحن ندشن في مدينة تعز وفي محافظة تعز وبالذات في المناطق والمديريات المحررة، ندشن عمليات سير الامتحانات واختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 ميلادية. بالنسبة للطلاب النازحين، فهناك لدينا طلاب نازحين من المحافظات الغير محررة والخاضعة تحت سيطرة الانقلابيين. لدينا خصصنا لهم مركزين اختباريين في المدينة اللي هي ثانوية تعز ومركز مجمع صينا للبنات. تشكل هذه العربات الإسعافية والعيادات المتنقلة بين المراكز الامتحانية مشهدا آخر من مشاهد الترتيبات التي تقوم بها إدارة التربية بالتنسيق مع مكتب الصحة ومركز خدمة المجتمع في جامعة الحكمة لمواجهة ما قد يترتب عليه من مخاطر، خصوصا في ظل حالة الحرب التي تشهدها المحافظة. تم تجهيز غرفة عمليات مشتركة ما بين مكتب الصحة ومكتب التربية وبين جامعة الحكمة، وأيضا تم تجهيز 10 عيادات ميدانية مجهزة بالكادر المدرب وبالأدوات والأدوية، وستوزع هذه العيادات عيادات متنقية، هي أصلا تتوزع على المراكز المتواجدة داخل هذه المدينة. هذا المضي في سير العملية التعليمية دون توقف هو إنجاز آخر يتم تحقيقه هنا، إذ يؤكد القائمون على سير العملية التعليمية عزمهم على إتمامها ومواجهة التحديات من أجل مستقبل الطلبة. معاناة يعيشها الطلبة هنا في المدينة، أبرزها تدمير البنية التحتية لقطاع التعليم وتوقف الدراسة أكثر من مرة وتغيب الكثير من المعلمين، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي. إلا أن كل هذه الصعوبات لم تمنع هؤلاء الطلبة من توقف طموحهم في مواصلة التعليم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.